السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الثالث المهني السادس المهني، ليكم حل أسئلة مادة التربية الإسلامية لامتحان التمهيدي 2022. طبعا هذا الاختصاص مشمول كافة التخصصات اللي هي الفرع الصناعي والزراعي، وكذلك فرع الفنون التطبيقية وفرع تقنية الحاسوب، وإضافة إلى الفرع التجاري وأيضا إعداديات التمريض. راح نبدأ وياكم نحل أسئلة الامتحان التمهيدي 2022. أول سؤال، ملاحظة الإجابة على جميع الأسئلة، أحكام التلاوة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هنا شوف، استخرج ثلاثة من أحكام النون الساكنة والتنوين من الآية الكريمة واذكر نوع كل منها. هنا بس تستخرجها يعني السؤال الأول، من يتخذ إدغام بغنة طبعا من دون إخفاء، أندادا يحبونهم إدغام بغنة، حبا لله إدغام. هذا بالنسبة للسؤال الفرع ألف. نجي على فرع باء، يقول عرف الإقلاب واذكر له مثالا قرآنيا واحدا. الإقلاب هو شنو تعريفه؟ قلب النون الساكنة أو التنوين ميما إذا جاء بعدها حرف الباء مع بقاء الغنة، أي تلفظ النون الساكنة أو التنوين ميما مخفى ويقع في كلمة أو كلمتين، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هاي بالنسبة للمثال الآية. نجي على الفهم والتفسير. السؤال الثاني، ما تفسير قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. الآية الكريمة تفسيرها راح يكون إن الله سبحانه وتعالى: وما خلق الله السماء والأرض وما بينهما عبثا وباطلا، وإنما خلقهما دلالة على قدرته ووحدانيته، ليعتبر الناس ويستدلون بالخلق على وجود الخالق الذي لا تصح العبادة إلا له. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يتخذ لهوا من الولد أو الصاحبة لاتخذه من عنده لا من عندكم، وما كان الله ليفعل ذلك لاستحالت أن يكون له ولد أو صاحبة أو مثيل، فهو أجل وأعظم عن اللهو والعبث. هاي بالنسبة لحل هذا السؤال اللي هو السؤال الثاني فرع ألف. فرع باء، أجب عن اثنين من ما يأتي. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. ما المقصود بالبينات والهدى ومن هم الذين يكتمونها؟ المقصود بالبينات والهدى هو الآيات الواضحات الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وصدق ما جاء به. اللي يكتموها هم أحبار اليهود والنصارى، ما يكتمون ما أنزل الله في التوراة والإنجيل. نجي على الوراها، يقول قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. ما المقصود بقوله حصيدا خامدين؟ الزرع المحصود الذي لا حياة فيه، كالزرع المحصود الذي لا حياة فيه. فسر ثالثا، فسر قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. تفسير هذه الآية الكريمة: قل لهم أيها الرسول، صدق الله فيما أخبر به وفيما شرعه، ولذلك اتبعوا ملة الإسلام التي هي ملة إبراهيم عليه السلام، فهي الحق الذي لا شك فيه، وما كان إبراهيم عليه السلام من المشركين بالله في عقيدة وعبادة. نجي على فرع جيم، أعطي معاني الكلمات القرآنية التالية: محدث، جديد، إنزالة، أضغاث أحلام، مجرد أخلاط أحلام، أخلاط رآها في المنام، الضالون، المخطئون، طريق الهدى، البر، ما يكون به الإنسان بارا وهو الإحسان والخير، افتراه، اختلقه كذبا ولم يوحى إليه. هذا بالنسبة لمعاني الكلمات. عندنا الحفظ، السؤال الثالث، أجب عن أحد الفرعين الآتيين: اكتب ما تحفظ من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين كفروا بعد إيمانهم، إلى قوله تعالى: فأولئك هم الظالمون. الآية الكريمة، الآية الحفظ: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل
توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. صدق الله العلي العظيم. هاي بالنسبة لهذه الآية الكريمة. فرع باء: اكتب ما تحفظ. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا، إلى قوله تعالى: هم المهتدون. الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. هاي بالنسبة للآية الحفظ. نجي على التربية الإسلامية. السؤال الرابع فرع ألف: اكتب حديثا نبويا شريفا في الجهاد وكرامة المجاهد. الحديث النبوي الشريف في الجهاد وكرامة المجاهد: بسم الله الرحمن، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم والريح ريح مسك. صدق رسول الله. بالنسبة للفرع باء يقول: أوجب الإسلام الجهاد وحث عليه، فبماذا وعد المجاهدين وبماذا أنذر المتخلفين عن الجهاد؟ الإسلام أوجب الجهاد وحث عليه، ووعد المجاهدين الثواب في الآخرة والنصر في الدنيا، وأنذر المتخلفين عن الجهاد في سبيل الله بالذلة في الدنيا والعذاب يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا عمهم الله بالعذاب. صدق رسول الله. هذا بالنسبة للسؤال الرابع فرع باء. السؤال الخامس: أجب عن أحد الفرعين مما يأتي. ما بواعث الغضب؟ الجواب راح يكون كالآتي: أولا، انحرافا صحيا كاعتلال الصحة العامة أو ضعف الجهاز العصبي مما يسبب سرعة التهيج. ثانيا، نفسيا منبعثا عن الإجهاد العقلي أو الأنانية أو الشعور بالإهانة والاستنقاص ونحوها من الحالات النفسية التي سرعان ما تستفز الإنسان وتستثير غضبه أخلاقي كتعود الشراسة وسرعة التهيج، مما يوجب رسوخ عادة الغضب في صاحبه. هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. فرع باء، السؤال الخامس فرع باء: ما التكبر وما أسبابه؟ التكبر هو، يعني تعريف التكبر، هو الإعجاب بالنفس والتعاظم على الآخرين بالقول أو الفعل، وهو من أخطر الأمراض الخلقية وأكثر مما يجعل المرء مبغوضا لدى الآخرين ومحط مقتهم وازدراءهم به ونفرتهم منه. قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. نجي على وراها هاي: ما التكبر وما أسبابه. السؤال السادس: أجب عن فرعين فقط مما يأتي. من الوظائف الاقتصادية للدولة الضمان الاجتماعي، وضح ذلك، يعني تشرح عن الضمان. العفو، أسباب التكبر ما قلناها. أسباب التكبر: التكبر يكون لنقص أو ذلة في الإنسان. العجب: فمن أعجب بنفسه وبعلمه أو بأي شيء آخر استعظم ذلك في نفسه وتكبر. الحقد والحسد للآخرين فيتكبر عليهم محاولة إقناع نفسه بأنه أفضل منهم شأنا. الرياء وعدم الإخلاص لله تعالى، فلو أخلص في عمله لتذلل لله وامتثل أوامره بالتواضع ولكان عمله ولكن عمله كان للناس، لذلك يتكبر على بعضهم. نجي السؤال السادس: من الوظائف الاقتصادية للدولة ضمان الاجتماعي، وضح ذلك. فرض الإسلام على الدولة ضمان معيشة أفراد المجتمع ضمانا كاملا،
والدولة تقوم بهذه المهمة على مرحلتين. في المرحلة الأولى تؤدي الدولة واجبها بتهيئة وسائل العمل، يعني مصادر الرزق وفرصة المساهمة الكريمة في النشاط الاقتصادي المثمر ليعيش على أساس عمله وجهده. أما إذا كان الفرد عاجزا عن العمل وكسب معيشته بنفسه كسبا كاملا، أو كانت الدولة في ظرف استثنائي لا يمكنها منح فرصة العمل، فقد جاء دور المرحلة الثانية التي تمارس فيها الدولة تطبيق الضمان، وذلك عن طريق تهيئة المال الكافي لسد حاجات الفرد وتوفير حد من المعيشة لا يقل كثيرا عن مستوى أخوانه من أبناء المجتمع. فمبدأ الضمان الاجتماعي في الاقتصاد الإسلامي يتركز في أساسين، أحدهما التكافل الاجتماعي والآخر حق الجماعة في موارد الدولة العامة. نجي على السؤال السادس فرع باء: من أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله لأخذ الزكاة من بني المصطلق، وما كان فعله، وكيف انكشف أمره؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرسل الوليد بن عقبة. زعم هذا الوليد أن القوم قد ارتدوا عن الإسلام وامتنعوا عن إيتاء الزكاة وأنهم وقعوا في الخطيئة العظمى. انكشف أمره بعد نزول الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. صدق الله العلي العظيم. نجي على السؤال الأخير اللي هو: للزوج حقوق، اذكر اثنين منها فقط، بس تذكرهن. للزوج من حقوقه: أولا طاعة فيما لا معصية لله فيه، أن تحفظه في ماله ونفسه وماله، أن تحفظه في نفسها وماله، معاونة زوجها بالمعروف، تربية أولاده تربية صالحة. لهنا أنا أعزائي الطلبة انتهى حنا لهذا اليوم. أتمنى عجبكم الدرس. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.